مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه. اهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بالتاكيد عايزين يعرفوا اخر اخبار فرقتهم قبل 24 ساعه واقل من 24 ساعه كمان، لان المباراه هتتلعب ان شاء الله بكره الساعه 3 بتوقيت القاهره. تفاصيل كتير جدا وهنتابع اخبار الفرقه واستعداداتها، والاهم الحقيقه كمان انا حابب ان احنا يكون لنا وقفه شويه مع تصريحات مستر موسيماني اللي بتعكس الحقيقه رؤيه مش بس فيما يتعلق بمباراه بكره او مواجهه بكره مع سيمبا التنزاني، لكن كمان في مشوار الاهلي في افريقيا في مرحله في منتهى الاهميه، وفي مرحله كمان بتعكس انه الراجل بقى في ايده كل مفاتيح فرقه النادي الاهلي. النهارده الحقيقه الراجل اتكلم في اكتر من نقطه في غايه الاهميه، هنقف عندهم بالتفصيل. وحابب بس اقول لحضراتكم انه النهارده وبعيدا عن النادي الاهلي وكره القدم، مصر تحديدا منتخب شبابنا تحت 21 بيلعب ماتش مهم جدا في مواجهه مع الكاميرون في دوره مجمعه يتاهل الفائز بيها لكاس العالم. المباراه ان شاء الله هتكون الساعه 8 على صاله استاد القاهره، والمنتخب سبق وقابل الكونغو في ماتشه الاول وقدر ان هو يحقق الفوز ب 3-0، نتيجه 3-0. الكاميرون كمان لعب المغرب وكسب 3-1. ماتش النهارده في منتهى الاهميه يدينا دفعه كبيره جدا نحو صداره المجموعه قبل ما نواجه طبعا المغرب في المباراه الثالثه بالنسبه لمنتخب مصر. كل الدعم وكل التوفيق لمنتخب شباب الطايره، ونتمنى ان شاء الله باذن الله يكون الفوز من نصيبهم وحليفهم النهارده ان شاء الله. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على حضراتكم. حلقه جديده من برنامج السادسه، وزي ما باكد كل يوم ان مواجهه سيمبا التنزاني مواجهه صعبه، والحقيقه ان احنا مقدرين المسؤوليه دي ومقدرين قد ايه المباراه دي هتكون صعبه، سواء مستر بيتسو موسيماني او اللعيبه والجهاز الفني باكمله، لانه الحقيقه نفس رغبه الفوز اللي عندنا هي عند الفريق الثاني بكل تاكيد. ويمكن كنت بتابع عندهم ارائهم السوشيال ميديا، كان كل الكلام انه دي بالنسبه لهم مباراه مهمه جدا ولازم الفوز فيها يكون حاضر. كلام موسيماني مطمئن جدا، لانه يعني بيتكلم على ان احنا لازم نحسم التاهل بدري جدا وما يبقاش زي مشوار افريقيا اللي فات لما كان اتحسم على حساب الهلال السوداني في الجوله الاخيره. كل المؤشرات دي بتبقى مهمه قوي، مهمه قوي ان احنا كنا نسافر بدري علشان اللعيبه تقدر تعمل فتره التعايش دي مع الطقس، ويمكن الجهاز الطبي ودكتور ابو عبله موفر ده جدا، وكان بيقول انه قد ايه مهم قوي ان اللعيبه يبقى التمرين بتاعها بيكون تقريبا كل يوم الساعه 12 الظهر، علشان يبقى تقريبا في درجه حراره اشد من اللي هتكون وقت المباراه، وعلشان اللعيبه تتاقلم على ظروف زي دي وعلى ظروف الرطوبه ودرجه الحراره هناك، ويكونوا حاضرين وما يكونش في اي مشكله او اي تحديات بتواجههم في المباراه بكره ان شاء الله. كل دي مؤشرات كويسه يا احمد قبل مباراه سيمبا التنزاني اللي مهم ان احنا نحسم فيها التاهل. هو طبعا حاله الجو يمكن تكون صعبه شويه، لكن حتى زي ما كابتن ايمن اشرف بيتكلم وبيقول الاهلي متعود على ده، لعيبه الاهلي اتعودت انها تلعب في ظروف، وحضراتكم عارفين ان معظم القاره الافريقيه المناخ فيها بيبقى الى حد كبير، سواء كانت في ارتفاعات عنيفه بتاثر على مستوى الاكسجين، او سواء كان في درجات حراره عاليه او درجه رطوبه عاليه، هي دي الاجواء للاعيبه الاهلي، ويمكن لعبوا في ظروف اقصى او اصعب من الظروف اللي هيقابلوها في تنزانيا، وده اتكلم عليه ايمن اشرف. الاهم سواء كان على تصريحات ايمن اشرف او مستر موسيماني، ان الاثنين الحقيقه بياكدوا ان الاهلي رايح عشان مع كامل التقدير على لسانهم يعني والاحترام لفريق سيمبا التنزاني، ان هم جايين عشان يحققوا الفوز، ودي رؤيه مستر موسيماني. وجزء كبير انا بشوف الحقيقه من اكتر الحاجات اللي بتميز مستر موسيماني يا ساره هي قدرته على انه يقرا المنافس بتاعه كويس طبعاً. مهم جدا انك انت تجهزي فرقتك وتحضريها المواجهه وتحطي الخطه وتختاري التشكيل الانسب اللي يقدر يطبق، لا وزي ما قلنا يا احمد لكن انه عنده قدره انه يقرا ايا كان الخصم ده، وطبعا هو عنده خبره كبيره جدا في افريقيا، حتى يعني هو اتكلم على كتير من لعيبه سيمبا التنزاني وقال انه عارفهم بالاسم، وحتى ليوس اللي احنا كنا استعرضناه مع حضراتكم في امبارح ضمن واحد من ابرز لعيبه سيمبا التنزاني، ده لعب مع مستر موسيماني لما كان موجود في سان داونز، ومستر موسيماني كان دربه قبل كده. كنت بقول لك وزي ما بقول لك انه قد ايه ان هو يجيب الفيديوز بتاعت مباريات سيمبا ويعرف كل لاعب من النادي الاهلي مين اللاعب اللي هينزل يلعب عليه، علشان يبقى حافظه كويس وحافظ التحركات في الملعب وحافظ طريقه لعبه، ويبقى اللعيبه على اتم استعداد في المباراه. ده كله طبعا بيفرق انه مستر بيتسو موسيماني بيعمله. صحيح، المدير الفني مش بس تدريبات، مش بس اختيار خطه اللعب، مش بس اختيار التشكيل، لكن كمان قدرته على قرايه سيناريو المباراه، وقدرته على تحديد مواطن القوه والضعف في الفريق المنافس، وقدرته ايضا على انه يتعامل مع اي حاجه خارج الاطار اللي كان متوقع، قرايته للمباراه نفسها، اختياراته للتغييرات او للتبديلات اللي ممكن تغير من مجرى المباراه، ودي حاجات بالتجربه ثبت بالدليل الحقيقه انه مستر موسيماني
يعني ناجح جدا فيها في مشواره مع النادي الاهلي. هنتكلم على مشوار كبير ومشوار ناجح بالارقام زي ما اتفقنا فيما يتعلق بالتحليل. المكان او الموضوع ليس له علاقه بالعواطف على الاطلاق، احنا بنتكلم هنا على ارقام بتسجل انه موسيماني في مشوار ناجح جدا مع النادي الاهلي ونتمنى انه يستمر. نفكر حضراتكم حلقتنا. سؤال حلقة عايزين طبعا حضراتكم تشاركونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بينا بسؤال حلقتنا، مين أفضل ثلاث لعيبة في فريق النادي الأهلي في مباراة الأهلي والمريخ السوداني؟ طبعا على فيسبوك، على تويتر، على انستجرام، هنستنى حضراتكم وهنعلن طبعا الفائزين، وبعدها هيكون بقى سؤال مباراة سيمبا تنزاني. طيب نروح لأهم الأخبار والعناوين في حلقتنا النهاردة. محمد الضماطي يعلن سلبية المسحة الطبية لجميع أعضاء البعثة. موسيماني وأيمن أشرف يتفقدان ملعب مباراة سيمبا. موسيماني بيقول جاهزون لمواجهة سيمبا ونسعى لحسم التأهل مبكرا. أيمن أشرف نثق في أنفسنا وهدفنا النجمة العشرة. برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي للتأقلم على حالة الطقس. منتخب شباب الطائرة تحت 21 سنة يواجه الكاميرون ببطولة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم. طيب نرحب بحضراتكم طبعا، ويمكن من ساعة ما تم الإعلان أنه ماتش الأهلي وسيمبا التنزاني في ملعب مكابا هيستضيف 30,000 من الجمهور اللي هيسمح ليهم طبعا بحضور المباراة، كلام كتير جدا طبعا في حالة استياء. يعني أنا لاحظت أنه على معظم الصفحات بتاعتنا على يعني على الانترنت كل الناس مستاءة جدا من الاتحاد الافريقي. خليني اوضح لحضراتكم انه الاتحاد الافريقي ملوش علاقة بحضور جماهير من عدمه، القرار في النقطة دي او في الشأن ده متعلق بالدولة، الدولة اذا كانت بتسمح بحضور جماهير او شايفة انه مفيش ازمة او خطر او تهديد على صحة الناس وعلى صحة اللاعبين المشاركين طبعا والاجهزه الفنيه والطبيه فبتسمح بحضور جماهير، وده كان الوضع في تنزانيا، وبالتالي سمحوا بحضور نصف ساعه استاد المقدر ليه ان هو يستضيف 30,000 من اصل 60,000 هي ساعه الاستاد الاصلي. لكن في الاطار ده خليني اقول بقى واناشد الحقيقه، انا عارف طبعا انه الظروف صعبه وحضراتكم تتذكروا انه مصر من ايام بسيطه كانت بتستضيف بطوله كاس العالم لكره اليد، واحنا كان نفسنا جدا جدا واعتقد انه كان هيفرق معانا كتير قوي وجود جمهور في الملعب. يعني انا شايف انه لو كان في جماهير بتساند منتخب اليد اللي كان اكتر من رائع في البطوله كان من الوارد جدا انه ده يغير شويه في مسار الفريق في البطوله. اذا كنا بنتكلم على استضافه حتى عدد محدود 1000 2000 3000 في بطوله العالم لكره اليد داخل صاله في النهايه اسمها صاله مغطاه، فاعتقد انه ده يسمح لنا كمان ان احنا نفكر على اقل تقدير في الماتشات الإفريقية أو الماتشات الدولية اللي بتخوضها الفرقة المصرية أنه يتم السماح بعدد حتى بسيط جدا يسمح لي في بالتواجد، يسمح لي بالتواجد في ماتشات الفرقة المصرية في بطولات أفريقيا الأفريقية. أعتقد ده ممكن يكون شيء منطقي بعد نجاح مصر طبعا في استضافة بطولة كاس العالم. نروح لاخبار فرقتنا النهارده وهنبتدي طبعا بالمسحه. خليني بس نروح نتم الناس اكتر على فريقنا النهارده، روح لمراسلنا شريف شعبان. شريف مساء الخير عليك، وعايزين نطمن بقى على النهارده اليوم الاخير للفريق وللاعبين قبل المباراه، وتقول لنا الكواليس كده النهارده. مساء الخير سارة، مساء الخير أحمد، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يمكن احنا الآن في الفندق المقيم في مراقبة المباراة، ويمكن الاجتماع الفني حالا أو امتدى منذ قليل بحضور طبعا رئيس البعثة الأستاذ محمد الضماطي ومدير الكرة الكابتن السيد عبد الحفيظ والمدير الإداري الكابتن ماهر عبد العزيز، بيعرضوا في الملابس اللي هتكون بكرة في الزي الموجود بكرة في المباراة، بيعرضوا في إن المفروض يعني الفرقتين يكونوا موجودين قبل بداية المباراة بساعة ونص، ولو في أي مشكلة قابلت فريق النادي الأهلي في فندق الإقامة أو في ملاعب التدريب أو أي ملاحظات الأهلي حابب يتكلم فيها هيتكلم فيها، لو حابين كمان يتكلموا في أي حاجة تخص المباراة النهارده هيتكلم طبعا مدير الكرة الكابتن السيد عبد الحفيظ. يمكن الحضور الجماهيري اللي بنسمع عنه أن يعني تم طبع 30,000 تذكرة، لأن ساعة الإستاد حوالي 60,000 تذكرة، فطبعا عشان التباعد الاجتماعي تم طباعة
باعت 30,000، لكن اتباع كام من 30,000 الى الان ما تمش الاعلان عن عدد البيع، ولكن منافذ البيع من يعني سؤالي للسفاره المصريه ما عليهاش ضغط قوي، يعني كل منفذ بيبقى عليه حوالي 20 30 واحد، هيبان بقى النهارده في نهايه اليوم لو اعلن فريق سيمبا على الحضور الجماهيري، ولكن توقع الشخصي وليس رسميا ممكن ما يعديش ال 10,000، ولكن ده توقع شخصي وليس رسمي. استاد اللي هتقام عليه المباراه استاد بنجامين، استاد ولا اروع ولا اجمل، ارضيه الملعب كويسه جدا جدا جدا، الاهلي اتمرن عليه النهارده في الرابعة عصرا بتوقيت تنزانيا، الثالثة عصرا بتوقيت المباراه، والمناسبه ده هيكون طبعا ميعاد المباراه الرسمي. بطمنكم ارضيه الملعب كويسه جدا مش سيئه جدا، اللعيبه ما اشتكتش منها، الكوره بتمشي على الارضيه كويس جدا. باذن الله بكره مستر بيتسو موسيماني يختار 11 لاعب بكره باذن الله، يعني باذن الله باذن الله يكون التوفيق موجود مع النادي الاهلي، باذن الله باذن الله هنفوز بكره على فريق كبير هو فريق شريف. خليني معاك لو في اي استفسار. خليني اسالك على فيما يتعلق بس بجزئيه الحضور الجماهيري، هل هيتم تخصيص اماكن لجماهير النادي الاهلي؟ هيبقى في مدرج بعينه يعني مخصص لجماهير النادي الاهلي، لانه عارف انه ممكن يكونوا في مصريين يعني حريصين ان هم يحضروا المباراه، واعتقد كمان انه حتى من تنزانيا ممكن في، وده حصل قبل كده معانا كتير، ممكن مثلا من جماهير يانج افريكانز ناس تحب انها تكون موجوده في المباراه او تساند النادي الاهلي، فهل في حصه، هل في عدد معين من التذاكر، هل في اماكن معينه في الملعب المباراه هتكون مخصصه لجمهور النادي الاهلي؟ سيمبا الى الان ما اعلنش عدد التذاكر المخصصه الى النادي الاهلي، ولكن في الاجتماع الفني اكيد لازم يعلن في الاجتماع الفني امام مراقب المباراه والمنسق الاتحاد الافريقي، ولكن هنا جماهير يانج افريكانز بتتمنى فوز النادي الاهلي، العاملين في الفندق المقيم في النادي الاهلي مشجعين لفريق يانج افريكانز وبيتمنوا فوز النادي الاهلي، لان فريق سيمبا التنزاني هو الغريم التقليدي طبعا لفريق يانج افريكانز، ولكن بيتكلموا كويس جدا على فريق سيمبا ان فريق قوي، بس هو فريق القوي بدنيا وفنيا، ولكن كل الناس بتقول الاهلي قادر باذن الله على الفوز على فريق سيمبا التنزاني، ولكن الى الان لم يعلن عدد بيع التذاكر، هيخصصوا مدرج للنادي الاهلي ولا لا، مدرج ليانج افريكانز لو حب يحضروا في نفس مدرج النادي الاهلي ولا لا، كل ده لم يعرض، ولكن عندنا امل باذن الله يعرض طبعا في الاجتماع الفني او يتناقش في الاجتماع الفني، لان في ممثل من اداره فريق سيمبا التنزاني طبعا هو رئيس البعثة المصري الاستاذ محمد الضماطي طبعا عضو مجلس الاداره. وخليني اقول لك احمد وساره ان الكابتن محمود الخطيب بقى رئيس مجلس الاداره على تواصل، يمكن فتح خط ساخن مع رئيس البعثة الاستاذ محمد الضماطي اول باول على طول، التليفونات في خط ساخن، في تليفونات كتيره جدا، في كل شويه الكابتن خطيب بيطمئن على بعثه النادي الاهلي. النهارده كان انتظار المسحه، يمكن المسحه غابت عملناها اول امبارح، ظهرت النهارده قبل التحرك الى ملعب، كانت الساعه 3:30 عصرا بتوقيت تنزانيا، الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، ظهرت يمكن متأخر، ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله سلبية المسحة لجميع الأفراد، ويرجع إلى القرار الحكيم اللي اتخذه طبعا رئيس البعثة الأستاذ محمد الضماطي، إدى يعني التعليمات واضحة جدا، ممنوع منعا باتا خروج أي من البعثة حتى الإعلامية المرافقة لفريق النادي الأهلي بالخروج خارج الفندق الملعب والفندق والفندق والملعب فقط لا غير، وبالفعل أتت ثمرة والحمد لله البعثة كلها بخير، وبإذن الله بإذن الله بكرة بإذن الله بعد المباراة بإذن الله على المطار على طول على القاهره باذن الله، ونكون موجودين باذن الله على الساعه 1:30 2 صباحا باذن الله باذن الله في القاهره، راجعين باذن الله باذن الله منصورين باذن الله ان شاء الله. شريف خليني اسالك على الاجراءات الاحترازيه والوقائيه في سواء في الملعب او في فندق الاقامه، ومدى تاثيرها كمان، او مدى امكانيه انها ممكن تكون بتعوق فكره حاله التاقلم والمعايشه للاهلي بيعملها عشان يتعود على الاجواء في تنزانيا ويقدر يلعب المباراه الى حد ما، ما تكونش عامل درجه الحراره او عامل ارتفاع درجه الرطوبه مؤثره عليه بشكل كبير. طيب جزئين، الجزء الاولاني عامل الرطوبه والحراره، ان درجه الحراره عاليه جدا من ساعه ما دخلنا تنزانيا، احنا مصيفين الجو حر جدا، الرطوبه عاليه جدا حتى صباحا او مساء، ولكن مستر بيتسو موسيماني والخبره والحنكه الافريقيه مرن لاعبي النادي الاهلي الساعه الثانيه ظهرا بتوقيت تنزانيا، الرابعه عصرا هتقوم المباراه، فالنهارده في التمرين الرئيسي اللي كان الساعه 4 بدات، اللي طبعا الجو كسر خالص درجه الحراره غير الساعه 2، فاللعيبه اتعودت في التمرينات السابقه في
ثانيه ظهرا في جو اشد حراره. النهارده بالنسبه لهم الجو كان كويس جدا في الرابعه عصرا، فالجزئيه دي مستر رابيتسو موسيماني قدر يتغلب عليها. وكمان عامل الوقت، احنا جايين من يوم الجمعه فقعدنا ايام كتيره، فبرضه قدرنا نتغلب على هذه الجزئيه. جزئيه الاجراءات الاحترازيه في بعثه النادي الاهلي اجراءات احترازيه كامله، ولكن خارج الفندق انا ما بشوفش كتير، واحنا متوجهين الى الاستاد او ملعب التدريب اللي كان بيبعد عن فندق الاقامه 5 دقائق، او الاستاد اللي هيقوم عليه مباراه اللي بيبعد حوالي من 25 ل 30 دقيقه. ما بشوفش اي اجراءات خالص وقائيه في البلد. يمكن الكمامه حتى ما حدش بيرتديها، يعني ممكن تلاقي مثلا كل 10 20 تلاقي واحد بس لو بيرتدي الكمامه. اغلبيه هنا الناس مش لابسه كمامه خالص. في الملعب الوضع مختلف نسبيا، يمكن اللي اكبر الناس كلها على ارتداء الكمامه هو مسؤولي الاتحاد الافريقي، هم اصروا ان ممنوع حد يخش الى ارض الملعب. طب خليني عشان وقتنا شريف، كمان طلبوا البي سي ار من جميع المتواجدين عشان وقتنا، بس الجماهير اللي هيسمح ليها بدخول الملعب هل هيتم عليها يعني اجراءات معينه او هيفرض عليها بروتوكول معين عشان يتاكدوا من سلامتهم، ولا ده برضو شيء ما فيش يعني تفاصيل عنه او لم يعلن حتى اللحظه؟ صعب، لان هنا سعر المسحه 100 دولار، 100 دولار رقم كبير جدا، فانا اشك طبعا كل الشك ان ممكن الجماهير اللي تحضر المباراه تعمل لها بي سي ار. مسحه غاليه جدا فانا طبعا من المستحيل اجراء الجماهير للبي سي ار. تمام، طيب انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله كمان الاهلي هيلعب بالتيشيرت الزرقاء، يعني احنا جربنا الاحمر وجربنا الرمادي، نجرب الازرق. احنا بتهيألي الاهلي ما حصلش انه لبس ازرق في السيزون الجديد، صح؟ مش فاكره. ان شاء الله وشه يكون حلو على النادي الاهلي ان شاء الله يا رب. خلينا نتكلم على بيتسو موسيماني شويه، المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، وايمن اشرف مدافع الفريق الاول، اللي حرصوا ان هم يتفقدوا ارضيه ملعب استاد ماكابا بدار السلام في تنزانيا، وده بعد انتهاء المؤتمر الصحفي اللي كان النهارده الصبح للحديث عن مباراه سيمبا تنزاني والاهلي بكره. الاهلي زي ما حضراتكم عارفين بيستعد لمواجهه فريق سيمبا في الجوله الثانيه لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، والمحدد ليها بكره ان شاء الله الساعه 3 العصر. بيتسو موسيماني اكد ان فريق سيمبا التنزاني قوي ومميز، لكن الاهلي في تنزانيا علشان يحقق الفوز على منافس قوي وبيتمتع بجماهيريه كبيره جدا، واتكلم حول مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه وتاثير ده على مسيره الفريق في دوري ابطال افريقيا، واكد ان الفريق استفاد جدا من المشاركه اللي كانت صعبه جدا، وقال الاهلي تاثر كثيرا على المستوى البدني بالمباريات الصعبه في كاس العالم للانديه، وده تسبب في وجود طبعا غيابات للاصابه بعد البطوله علشان كان في 3 مباريات في 9 ايام، لكن الخبرات اللي اكتسبناها من المشاركه في كاس العالم للانديه هتفيدنا كتير جدا. طيب احنا المعلومه اللي جت دلوقتي ان الاهلي لبس ازرق في ماتش البنك الاهلي، لكن ما لبسوش في افريقيا، يعني نتمنى في افريقيا يكون وش حلو. شكلك خفت. عايز اقول لكم انه الحقيقه ايمن اشرف كمان كان ليه مجموعه من التصريحات المهمه جدا، وايمن من اللعيبه الحقيقه الرجاله جدا، يعني ومفيش ادل على ده من انه بيتصدر جدول الترتيب العام في سجل افضل لاعب للنادي الاهلي في الموسم الحالي برصيد 10 نقاط في اكثر من مباراه نال فيها ثقه جمهور النادي الاهلي، وحتى الماتشات اللي يمكن ما خدش فيها نقط كان موجود دايما ضمن الناس اللي هم بيختارهم الجماهير. اتكلم على مشوار نادي الاهلي، واتكلم على مواجهه سيمبا التنزاني، واتكلم حتى على تكريم الفيفا ليه. خلينا نشوف المؤتمر الصحفي ونرجع لحضراتكم على طول. We are the champions of Africa. احنا ابطال افريقيا. We don't have excuses. We are coming to play the game and we believe we can win. ما عندناش اعذار، ما نوجدش اعذار، احنا جينا عشان نلعب ماتش ونكسبه، واحنا مؤمنين ان فرصنا ان احنا نفوز. We're not coming to play a draw here. مش جايين عشان نلعب على التعادل هنا. I know we lost last year but it's a different story this year. انا عارف ان احنا خسرنا السنه اللي فاتت قدام سيمبا، بس كانت قصه مختلفه السنه اللي فاتت. We prepare positively that we think we can win. احنا بنعد بطريقه ايجابيه ومؤمنين ان احنا عندنا فرص ان احنا نكسب المباراه دي. I know Simba think they can win also because the history says they won last year. وطبعا سيمبا هم برضه مؤمنين بفرص ان هم يفوزوا، لان التاريخ بيقول ان هم فازوا المباراه الاخيره السنه اللي فاتت هنا. But it's a game of football as I said. لكن زي ما قلت دي مباراه في كره القدم. Very impressive of Simba to go in Kinshasa and win against Vita. And that is one of the most important things that we need, that makes us to be very careful of Simba. طبعا كان اداء مبهر من سيمبا ان يروحوا يلعبوا قدام فيتا كلاب على ارضهم ويكسبوهم، ودي حاجه بتخلينا برضو ان احنا مركزين ومدين اهتمام لفريق سيمبا. They played very well.
very organized. لعبوا كويس جدا ومنظمين جدا في المباراة. So it shows the work of from the coaches that is the coaching department is doing very well. وأظهروا إن الجهاز الفني بتاع المدرب والجهاز الفني بيعملوا شغل كويس جدا معهم. A lot of organization. منظمين بشكل كبير. But also as you know Simba is a team that plays with the support with the supporters. لكن عارفين طبعا سيمبا بيلعبوا هنا وسيمبا من الفرق بتعتمد على جماهيرها بتلعب the supporters drive them الجماهير بتساندهم بشكل كبير and they like also beautiful football وبيحب كرة القدم الجميلة كمان yes they are happy team فريق سعيد بيستمتع باللعب so we got to be very careful of a happy team when it gains momentum it becomes a difficult team لان ناخد بالنا من الفرق بتاع بتستمتع بالاداء لان ممكن لما بيمسكوا الايقاع بتاع المباراه بيبقى فرقه صعبه بالنسبه لهم. You got good foreigners also. Luis, very good football player. وفي لاعبين محترفين اجانب مهمين جدا زي لويس لعيب كويس جدا. I signed him from Mozambique and loaned him to Simba before. When I was at Sundowns, we loaned him here. كان جابه هيك وكان يعرفه وكان في موزمبيق وكان هو في سانداوس كان عارفه كان a very very important player مضى وجه هنا اصلا وعارفه لعيب كويس متابعه وعارف ان هو لعيب كويس جدا and Cletus is happy to play football بيستمتع بلعب الكوره he's a happy player we played against him in Zesco he's a good player Cletus ده برضه لعيب كويس لعبنا قدامه في Zesco برضه يعني بيقول لعيبه so we know we're up against a very very good team احنا قدام فرقه فيها لعيبه كويسين فيها عناصر كويسه the strikers are good the number 7 is good راس الحربه دي بقى 7 بتاعهم كويس جدا and then they've got the veteran who's always scoring goals number 14 what's his name بيسجل اجوان نمبر 14 راس الحربه الثاني MK14 or what you call yes he's top player لعيب نمرة تاني راس الحربة تاني رقم 14 لعيب هايل لعيب so we know what we have فعارفين احنا ايه اللي هيواجهنا very very good team the Zambian also number midfielder is very وسط الملعب اللي هو من زامبيا برضه لعيب كويس جدا we know we have a good player against a good team عارفين هيلعب قدام فرقة كبيرة فيها لعيبة كويسين طبعا بالنسبة طبعا لمباراة سيمبا طبعا مباراة مهمة جدا فرقة محترمة احنا بنحترمها جدا لكن طبعا احنا النادي الاهلي بطل القاره دي السنه اللي فاتت ان شاء الله نقدر نحققها كويسه هنا والهدف بتاعنا ان شاء الله ان احنا ناخد 3 بونت باذن الله حاله الطقس طبعا يعني هنا الدنيا فيه رطوبه شويه وحر شويه لكن احنا اللعيبه واجهنا صعوبات كتيره في افريقيا يعني ف ان شاء الله نتغلب يعني احنا عندنا هدف كبير فان شاء الله نتغلب على الصعوبات دي بالثقه اللي عندنا وبروحنا يعني. بالنسبه للبطوله العاشره ان شاء الله وده هدفنا يعني باذن الله بناخدها خطوه خطوه احنا في دوري مجموعات دلوقتي عندنا ماتش مهم بكره نقدر نحقق ان شاء الله المكسب بالاراده بتاعتنا وخطوه خطوه ان شاء الله نقدر نحقق باذن الله عندنا الهدف دوت يعني موجود في وسطنا كلنا باذن الله ان شاء الله نقدر نحققه يعني. حلوه جدا حاله الرغبه في الفوز الكبير اللي باينه في كلام ايمن اشرف وموسيماني ومهم جدا موسيماني شايف قد ايه انه حسم التاهل بدري ده الهدف يعني على عكس ما حصل طبعا في مشوار افريقيا اللي فات يمكن زي ما قلنا انه كان الحسم في الجوله الاخيره لازم نحسم بدري طبعا يعني يريحك بشكل كبير جدا ويديكي فرصه خدي بالك انت بتلعبي يعني احنا لو رجعنا اخر مثلا 20 يوم للنادي الاهلي انتوا بتتكلموا على 5 ماتشات مع 5 ابطال يعني مش بتكلم على ماتشات صغيره او ماتشات بسيطه انت بتقابل لعيبه الدحيل لعيبه بايرن ميونخ لعيبه بالميراس لعيبه المريخ السوداني ورحت تلعب سيمبا التنزاني 5 فرق تتفق تختلف يبقى في تباين او تفاوت في مستواهم لكن في النهايه ماتشات ثقيله جدا وده بالتاكيد حمل كبير طبعا على ان لعيبه النادي الاهلي اللي ما ريحتش يعني خلصت السيزون الاخير بالثلاثيه دخلت في بدايه دوري ودخلت في مشوار افريقيا وده بالتاكيد مجهود بدني او ارهاق بدني كبير جدا على لعيبه الاهلي وكان الله في عون سواء القائمين على ملف الاحمال والتدريبات في النادي الاهلي او طبعا الجهاز الطبي اللي بيبذل مجهودات كبيره جدا عشان تبقى الفرقه دايما جاهزه ومستعد من المجهودات الحقيقه اللي بيبذلها الجهاز الطبي هو طبعا قلنا يمكن من تحديات مباراه سيمبا دي مش بس ان اللعيبه طالعه من كاس العالم للانديه نشوه الفوز فتره كبيره قوي مباريات ورا بعض طب هيبقوا عاملين ازاي في مباراه المريخ الحمد لله شفنا النتيجه وطبعا دلوقتي مباراه سيمبا لا كان
كمان من التحديات اللي بنتكلم عليها كل يوم هي الحر الشديد اللي موجود في تنزانيا في الوقت ده. فالدكتور احمد ابو عبله الحقيقه طبيب الاهلي عمل برنامج خاص للعيبه الاهلي علشان يتاقلموا مع حاله الطقس الشديد دي، مع الحر الشديد اللي هناك والرطوبه اللي في تنزانيا قبل مواجهه سيمبا، وقال ان هو عمل برنامج للعيبه الاهلي علشان يتاقلموا مع المناخ ده بما لا يتعارض طبعا مع حاله الحظر اللي موجوده على بعثه الفريق هناك بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال ان احنا وضحنا للجهاز الفني وللاداري ضروره ان اللاعبين يتعرضوا لشمس، لحراره شديده بعيدا عن غرف الاقامه دي على مدار الساعات اللي جايه قبل طبعا المباراه، علشان هم يقدروا يتاقلموا مع الحر الشديد ده، خاصه ان عدم بقاء اللعيبه في اوضهم او في غرفهم بسبب كورونا وعدم مغادرتهم غير بس علشان يعملوا يأدوا التمرين مش هيساعدهم في التأقلم مع المناخ الحار ده والرطوبة الشديدة بالشكل الكافي قبل المباراة. وقال إن الجهاز وافق على منح اللاعبين الساعات أطول بعيدا عن وقت التمرين علشان يقدروا يقضوها في أحد الأماكن المعقمة طبعا المفتوحة داخل فندق الإقامة علشان يتعرضوا للشمس والحالة الطقس الشديدة دي والرطوبة المرتفعة، وما يبقاش الموضوع بالنسبة لهم صعب في المباراة، يبقوا نازلين المباراة على أتم استعداد. طيب خليني أقول حضراتكم انه في اللحظه اللي احنا بنكلم حضراتكم فيها انا قلت طبعا وتمنيت الفوز لمنتخبنا في دوري او بطوله الدوره المجمعه لشباب تحت 21 سنه كره طايره. فرقه مصر ان شاء الله هتلعب مع الكاميرون النهارده الساعه 8، وفي الوقت اللي بكلم حضراتكم فيه المغرب بتلعب مع الكونغو. الجوله الاولى كانت مصر لعبت الكونغو وفازت بنتيجه 3-0، والكاميرون لعبت المغرب وفازت بنتيجة 3-1. البطولة دي بتقام بنظام دوري من دور واحد، المتصدر فيها يتأهل بقى يروح مباشرة عشان يشارك في مونديال الطايرة للشباب. مصر إن شاء الله بإذن الله هتواجه منتخب المغرب بعد بكرة يوم الأربع في المباراة الختامية للبطولة، والكاميرون هتقابل الكونغو الديمقراطية. أجواء البطولة، الماتش اللي شغال، واستعداد طبعا وده الأهم بالنسبة لنا، مواجهة مصر والكاميرون هنعرفها أكتر بتفاصيلها من زميلنا كريم أحمد من داخل الصالة المغطاة في استاد القاهرة. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز أحمد، وتحياتي لزميلتي العزيز سارة، وكل التحية لكل جمهور النادي الأهلي. اهلا بيك معانا، ويمكن تنقل لنا كده اجواء البطوله وانا عارف انه في الوقت اللي انت موجود فيه معانا يمكن شايفين جزء من المباراه اللي بتجمع بين الكونغو والمغرب، وتكلمنا كمان عن استعدادات للمباراه الاهم طبعا للجمهور المصري هيتابعها النهارده، مواجهه مصر والكاميرون اللي هتكون الساعه 8. بالتاكيد طبعا يعني نقدر نقول بطوله قويه، يعني يمكن شايفين جيم قوي جدا 2-1 للمغرب دلوقتي. يمكن المغرب زي ما قلنا توقف النشاط عنده يمكن سبب له ازمه كبيره المباراه الاولى، خسارته طبعا باداء كمان كان ضعيف جدا للمغرب، لكن واضح ان الجيم قوي جدا بين الكونغو والمغرب. يمكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي 11-8 للكونغو، 2-1 ممكن الجيم يوصل 2-2 يبدا يتلعب كمان جيم من 15 نقطه، فواضح ان الجيم قوي جدا. لكن اكيد الاهم والاقوى طبعا وهي مباراه مصر القادمه امام الكاميرون، فرقه مميزه جدا. فرقه الكاميرون عندها عناصر مميزه وعندها لعيبه اطوالها كمان في الطايره هتساعدهم بشكل كبير، لكن بالجهد الكبير وبالتركيز الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله، لعيبه النادي الاهلي متواجده مع منتخبنا الوطني والكوكبه كمان والتوليفه اللي اختارها الكابتن هاني عبد الحميد المدير الفني لمنتخبنا الوطني، ان شاء الله انهم يقدروا يتخطوا هذه الخطوه ويكون مباراه المغرب زي ما انت ذكرت زميلي احمد يوم الاربعاء تكون مباراه بسيطه جدا، ومنها ان شاء الله يقدر منتخبنا الوطني يصل الى كاس العالم. زي ما اكدنا وقلنا المنتخب ده او الاولاد دول يمكن رابع عالم في البطوله الماضيه اللي كانت في تونس، ان شاء الله باذن الله يقدروا يحققوا نتيجه كبيره في بطوله العالم، لكن الاهم طبعا هذه المباراه. وصل بالفعل منتخبنا الوطني بيتابع طبعا جزء بسيط جدا من المباراه، لكن مش متواجدين في الملعب لان في تعليمات اكيد من التنظيم الخاص بالبطوله ان كل اللعيبه اللي بتكون عندها مباراه بتكون خارج الملعب، لكن بيقدروا ان هم يشاهدوا بعض اللقطات بالنسبه للمباراه. مباراه قويه حتى هذه اللحظه لسه مستمره، باكد لك تمام خلاص يعني نقدر نقول تاني يمكن 13-9 على طول النتيجه على طول مستمره لان في جهد كبير بيبذل من الكونغو، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله منتخبنا الوطني يكون مميز في هذه المباراه، يخش في المباراه بشكل قوي جدا وجيد جدا. مش بعيد ان احنا نقدر نحقق كالعاده البطوله الافريقيه وان شاء الله منها يليق كاس العالم. التنظيم كمان عايز اكد عليه ان حاجه رائعه جدا رغم قله المنتخبات ان يكون متواجد اربع منتخبات، لكن استاد القاهره حاجه رائعه ومميزه جدا، مجمع الصالات والصاله المغطاه تحديدا صاله 2 حاجه مميزه جدا تستقبل هذه البطوله، تستقبل اليوم الثاني لبطوله
بطوله افريقيا طبعا تحت 21، كابتن حسن كابتن سامح حمدي رئيس الاتحاد المصري متواجد، رئيس الاتحاد الافريقي متواجد، عدد كمان هيكون متواجد لمتابعه مصر مباراه مصر القادمه. يا رب ان شاء الله كل التوفيق لمصر، وكالعاده تكون تغطيه خاصه على شاشه قناه النادي الاهلي لبطوله كاس الامم الافريقيه ل 21 سنه كره الطائره. بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز كريم احمد من الصاله المغطاه في استاد القاهره اللي بتستضيف مواجهه الكونغو والمغرب. طبعا انا بيتهيألي انه ماتش مصر والكاميرون حاسم وفارق بشكل كبير، يعني اللي يقدر يكسب بالماتش ده يفرق بشكل كبير ويخش الجوله الثالثه وهو تقريبا شبه متاهل، لانه في الحاله دي هتكون انت الفريق الوحيد او المنتخب الوحيد اللي وصلت للعدد الكامل من النقاط، وبالتالي هيبقى فرصه الصداره بالنسبه لك اقرب بكتير. على كل الاحوال نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخب مصر النهارده. بكره بايرن ميونخ ولاتسيو. مين هيكسب؟ مين؟ بايرن ميونخ طبعا. بايرن ميونخ فعلا مباراه مهمه في دوري ابطال اوروبا بين بايرن ميونخ ولاتسيو، واعتقد اتلتيكو مدريد كمان مع تشيلسي بكره. اتلتيكو مدريد. بالظبط. فبكره ان شاء الله مباراه مهمه. دي النتيجه مش الخبر، اتلتيكو مدريد هو اللي هيكسب يعني. هو اللي هيكسب. دي نتيجه فعلا، يعني اعتقد انه او مش اعتقد كلنا متاكدين ان بايرن ميونخ هو اللي هيفوز بمباراه بكره بشكل كبير. ما انا بقول هو بنسبه كبيره يعني لاتسيو اول مره يدخل مرحله النوك اوت دي او خروج المغلوب يمكن من 20 سنه، فيعني ما فيش خبره كبيره قوي، ولكن كل حاجه وارده في كره القدم. ولكن اكتر حاجه الحقيقه لفتت نظري هي تصريحات مدرب بايرن ميونخ اللي بيتكلم انه ما فيش حاجه اسمها الدفاع عن اللقب، انا مش جايه ادافع عن لقب الشامبيونز ليج، انا جاي اعمل انجاز جديد، انا بدافع في كل مباراه او بقاتل في كل مباراه علشان افوز بالبطوله دي. وعجبتني العقليه دي يا احمد، يعني احنا دايما نقول عايزين نحافظ على اللقب، الدفاع عن اللقب كلمه مشروعه جدا وطبيعيه جدا في عالم الرياضه مش بس كره القدم، ولكن هو مش عايز يوصل حتى لعيبته ان هم رايحين يحافظوا على انجاز هم عملوه، لا هما بيعملوا انجاز وبيكتبوا انجاز من اول وجديد. العقليه الالمانيه اكتر عقليه عمليه في العالم، يعني تحتاري ممكن شويه بين العقليه اليابانيه والعقليه الالمانيه، لكن انا بحترم جدا طريقه تفكير وطريقه التقييم الخاصه ازاي بيوزنوا الامور وازاي بيحددوا الاهداف وازاي بيشتغلوا عشان يحققوا الاهداف دي. مدرسه عمليه ويعني جدية لأقصى درجات الحقيقة يمكن، وده بيترجم بشكل كبير جدا في إنجازات مش بس في الرياضة، في حاجات كتيرة جدا. على كل الأحوال كلامنا عن الكرة في المغرب، وكلامنا عن أزمة ماتش كايزر تشيفز مع الوداد، وكلامنا عن بدر بنون هيكون في السادسة بس بعد الفاصل، يعني لغاية لما نجهز إن شاء الله هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية. ما فيش شك انه مع بدايته او بدايه مشواره مع النادي الاهلي قدم اوراق اعتماده وبقى واحد من اكثر اللعيبه اللي بتحظى بثقه جماهير النادي الاهلي. الكلام على السلطان، الكلام على نجم خط دفاع النادي الاهلي بدر بنون، واحده من اكثر الصفقات الحقيقه اللي اضافت قوه لخط دفاع النادي الاهلي بشكل كبير، ويمكن واحده من الصفقات الاسرع في تاريخ النادي الاهلي انسجاما مع الفريق. يعني في اوقات كتيره جدا وما فيش ابدا شك انه النادي الاهلي لما بيسعى لانهاء صفقه لاعب محترف بالتاكيد من ناحية الفنيه بيبقى تم دراسته وتم التاكد من قدراته وامكانياته بشكل كبير جدا. تختلف بقى فكره انه ينسجم مع الفرقه ويدخل ويدي اعلى مردود بالنسبه له في خلال فتره قد ايه، دي واحده من النقاط اللي الحقيقه تفوق فيها لدرجه انك تحس انه بدر بيلعب مع الاهلي بقى له فتره طويله جدا. هيكون معانا كابتن سفيان العلودي نجم منتخب المغرب ورجاء السابق معانا في السادسه. مساء الخير طبعا واهلا بيك معانا. السلام عليكم. عليكم السلام. كابتن سفيان بدايه خليني اطمن على الاوضاع عندكم في المغرب على اشقائنا المغاربه، يعني طبعا سمعنا على خلفيه طبعا ازمه ماتش الوداد مع كايزر تشيفز، يهمنا نطمن على الاوضاع من ناحيه طبعا من ناحيه فيروس كورونا وبعيدا حتى عن الرياضه بشكل عام، الاوضاع في المغرب عندكم عامله ايه؟ الحمد لله الوضع في المغرب استقر، الحمد لله وضع كورونا او الوباء اللي صاب كل بقاع العالم، الحمد لله المغرب قدر انه يسيطر على الوضع بحكم سياسه رشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس. اما بخصوص مباراه الوداد فكنظن ان فريق الوداد الرياضي والجامعه الملكيه المغربيه لكرة القدم بقياده سي فوزي القجع قدروا انهم يلقاو ملعب ليحتفظوا بهذه المقابله، كنظن ان المقابله غادي تكون في بوركينا فاسو يوم 28 من هذا الشهر. كنظن ان الحمد لله الوضع في المغرب مستقر من الناحيه الرياضيه، اكيد تاهل ديال فريق الرجاء الرياضي لدور المجموعات
تأهل اللي كان مباشر لمحضر بركان لدور المجموعات. أكيد أننا غنشوفوا مقابلة قوية وقوية بزاف بين نادي الرجاء الرياضي ونادي بيراميد، لأن جميع المقابلات اللي كتكون بين أشقاء واحدة من مواجهتين منتظرتين بالنسبه للكره المصريه والكره المغربيه، سواء بيراميدز مع الرجاء او سواء كمان نهضه بركان مع الاهلي في السوبر الافريقي. تكلمنا عن الاجواء وتكلمنا عن حاله الاستعداد للمواجهتين دول. فريق الرجاء ما نقولش عليه هو عدم استقرار، وانما نقول ارتباك الاستقرار، لان النتائج او اداء الفريق مؤخرا ما كانش ذاك الاداء اللي كيرتقي اليه الجمهور. اكيد ان غياب بدر بانون وغياب محسن متولي او انتقال بدر بانون وغياب محسن متولي مع بدايه رجوع الدوري من بعد شان او كاس افريقيا المحليه، فحلقه ارتباك داخل النادي، الانتدابات ما كانت على اعلى مستوى او انتدابات مطلوبه من عند الجمهور الرجاوي، هي اثرت على المردود ديال الفريق ككل، وانما كما تنقولوا الفرق الكبرى تمرض ولا تموت. فريق الرجاء الرياضي بالسنه البشريه ديالو ولا بالجمهور ديالو ولا بالمديرين ديالو قادرين انهم يرجعوا السكه الصحيحه. الحمد لله كان تاهل، كان نرحم المعاناه، تاهل كان صعيب وصعيب بزاف. نتمنى من الله اننا نشوف مقابله كما كنتعودوا اننا نشوفوها بين الاخوه المصريين وحنايا الفرق المغربيه. تكون مقابلات فيها. طب يهمني اعرف على مستوى المسابقه المحليه، هل بتواجهوا مشاكل في اقامه اللقاءات ولا الامور ماشيه بشكل طبيعي؟ ترتيب فرقه نهضه بركان والمستوى اللي بيقدمه، وايضا ترتيب فرقه الرجاء في الدوري المغربي. لا لا، ايقاع المباريات فهو ايقاع عادي، المباريات تتلعب في الوقت ديالها المحدد. الفرق اللي كتكون مشاركه في المنافسات الخارجيه فكيتم التاجيل ديال المقابله ديالها. فريق الرجاء الرياضي ما لعبش المقابله اللي كانت في الاسبوع الماضي، فهو غادي يلعب من بعد يومين، هو غادي يلعب المباراه ديالو مع غيلعب نهار الخميس يوم الخميس. فاكيد ان نسبه البرمجه في الدوري المغربي كانت صارمه هذا الموسم، هذا جميع الفرق تلعب جميع المباريات ديالها، مؤجلات كثيره اللي تاثر على السير العام للدوري، خصوصا ان الدوري بدا متاخر، بدينا الدوري حتى شهر 10 ولا 11. اكيد اننا غادي نسالي واحد الوقت محدد باش نسالي. طيب اخذك للكلام شويه على تالق ونجاح بدر بنون من اول ما انضم للنادي الاهلي. الحقيقه واحد كان من اهم التدعيمات والاضافات للفريق الاول بكره القدم للنادي الاهلي، ازاي بتتابعه ده في المغرب، وايه يعني من وجهه نظرك طبعا ايه هي اسباب تالق بدر بنون بالشكل السريع ده مع فرقه النادي الاهلي؟ اكيد قبل ما نتكلم على التالق ديال بدر بانون مع فريق الرجاء الرياضي، فهذا غادي يخلي الفراغ اللي تركه بدر بانون داخل فريق الرجاء الرياضي، القيمه ديال بدر بانون داخل الملعب، لاعب كره القدم، فهو المدرب الثاني داخل النادي، عميد فريق داخل النادي لسنوات، من ابناء النادي، كيعرف الكبيره والصغيره داخل النادي، العطاء ديالو داخل النادي، فاحنا المداه بالملموس. الغياب ديالو في اول مباراه عرفنا القيمه ديال، الحمد لله عارفين القيمه ديال بوكبادو الدوري المغربي ولا داخل القلعه الخضراء. الانتقال ديالو للنادي الاهلي هذا ما غايزيدو الا شرف اولا بدر بانون، لانه انتقل لواحد الفريق عالمي، فريق عنده شعبيه كبيره داخل القاره الصفراء وخصوصا في المغرب. كان ارتياح من الجمهور المغربي بانتقال بدر بانون لهذا الفريق العالمي، الفريق الكبير اللي هو نادي القرن، نادي الاهلي، بحكم العلاقه اللي كتربط بين الجمهورين الاهلاوي و بدر بانون. منذ الالتحاق ديالو ما كانش عندنا ادنى شك ان بدر بانون غادي يتاقلم مع الاجواء المصريه ويتاقلم مع الدوري المصري، خصوصا مع اللاعبين ديال الاهلي والقيمه ديال النادي اللي انتقل ليه بدر بانون. بدر بانون ما جاش من واحد النادي اللي صغير، جا من واحد النادي اللي كبير، عنده العلنيه طابقه، نادي الالقاب ديالو والجمهور ديالو فهم كبار بزاف، متعود بدر بانون على الضغط، ما جاش من واحد الفريق اللي صغير. طب ده ياخذنا النقطه في منتهى الاهميه كابتن سفيان،
وما اعرفش انتوا تابعتوا في المغرب مشاركه بدر بانون مع نادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه والثلاث لقاءات والتتويج بالبرونزيه، بالتاكيد كان في متابعه على الاقل من جمهور الرجاء. هل تعتقد ان المستوى اللي بيقدمه بدر بانون مع الاهلي وحاله التالق والنجاحات خصوصا على مستويات عالميه ممكن تساهم في انه بدر، لانه دي واحده من علامات الاستفهام، ينضم لمنتخب المغرب؟ هل تعتقد انه وحيد خليلوزيتش مدرب الاسود الاطلسي قد يطلب ضم مدافع النادي الاهلي بدر بانون لصفوف المنتخب المغربي، ولا ده سيناريو مستبعد من وجهه نظرك؟ شوف، تالق بدر بانون مع الفريق الاهلي لا في الدوري المصري ولا حتى بطوله العالم الانديه اللي كانت في قطر، فكانت متابعه كبيره وكبيره بزاف من الجمهور المغربي كافه وخصوصا الجمهور الرجاوي، الحظ ديالهم لبدر بانون. اكيد ان النادي الاهلي عنده شعبيه كبيره في المغرب وزادت الشعبيه اكثر بانتقال بدر بانون. ناكد لكم في نادي الاهلي ان الا درتوا احصائيات على مستوى المملكه المغربيه فغتلقاو الشعبيه ديال النادي الاهلي زادت اضعاف ما كانت مع انتقال بدر بانون. منذ اول مباراه لبدر بانون في الدوري المصري، وكانت اول مباراه كنظن انها كانت في نهائي كاس مصر اللي فاز بها النادي الاهلي. صحيح. منذ اول مباراه، اول هدف سجله بدر بانون من ضربه جزاء اول مباراه، فالمطلب الشعبي ديال الشعب المغربي وحتى الصحافه المغربيه هو الاعتماد، ليس النداء على بدر بانون المنتخب المغربي، وانما الاعتماد عليه كلاعب اساسي داخل تشكيله المنتخب الوطني، لانه دابا ولات يلعب على اعلى مستوى، انتقل لواحد الفريق اللي حنا كنقولوا فريق عالمي، فريق كبير من قيمه النادي الاهلي، كيلعب على جميع الاصعده على اكثر من وجهه. لعب مؤخرا بطوله العالم وكان من قوي الحمد لله الانديه العالميه، كان شرف كره القدم المصريه بالدرجه الاولى وشرف كره القدم العربيه طبعا والافريقيه كمان. صحيح، اكيد ان هذا الشيء كان ساهم في المطلب الشعبي والمطلب ديال الصحافه الرياضيه. اذا كانت لكنتم متابعين الصحافه الرياضيه فهو كان مطلب ان ماشي النداء على بدر بانون وانما الاعتماد عليه كلاعب اساسي داخل التشكيل الوطني. بشكرك شكرا جزيلا كابتن سفيان العلودي نجم منتخب المغرب ونادي الرجاء السابق، بشكرك على التواصل معنا في السادسه. والحقيقه يمكن نشكر الاشقاء في المغرب على هديه بدر بانون، واحد من الصفقات الحقيقه اللي كانت اضافه كبيره جدا على كل مستويات النادي الاهلي. وبما ان احنا ذكرنا المغرب ما نقدرش ننسى تونس كمان ونجم النادي الاهلي علي معلول، الاثنين الحقيقه من اكثر اللعيبه، يمكن بعتقد ان هم مش بس على المستوى المحلي او على المشاركات المحليه لكن على المستوى الافريقي، اثنين من انجح الصفقات على مستوى القارة الأفريقية بشكل كبير. فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة. برحب بحضراتكم مرة تانية، وعندنا كلام كتير أكيد عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دور المجموعات، المجموعة الأولى طبعا بدوري أبطال أفريقيا، المباراة تكون بكرة الساعة 3 العصر. كلام كتير مع نجم الأهلي السابق كابتن أحمد عبد الفتاح اللي منورني في الاستوديو، برحب بيك يا كابتن. مساء الخير، وانا برحب بيكي وبرحب بجميع مشاهدين النادي الاهلي، وان شاء الله اكون كده ضيف خفيف عليهم النهارده ان شاء الله. اكيد طبعا دايما يا كابتن منورنا. وخليني ابدا مع حضرتك من يمكن الخبر اللي لسه جاي لي دلوقتي، انه الاجتماع الفني لمباراه الاهلي وسيمبا التنزاني شهد الاتفاق على ان يكون 25% بس من الجماهير هي اللي موجوده في المباراه، يعني بنتكلم في حوالي 15,000 مشجع او متفرج في مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني. عايز اعرف شايف ازاي فكره الحضور الجماهيري الكبير بالنسبه لسيمبا التنزاني هيأثر على مجريات اللقاء، وانه احنا بنتكلم زي ما قلت لحضرتك كده 15,000 مثلا اللي هيكون متواجد. انا شايف النقطه ممكن تبقى نقطه ايجابيه للاعيبه النادي الاهلي، بقالهم فتره بيلعبوا من غير جمهور. انا شايف ان دي ممكن حاجه تبقى ايجابيه ليهم، فرصه ان هم يلعبوا قدام جمهور، دي عايزين الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله الوباء ده يبعد عننا ان شاء الله الفتره الجايه، ونرجع جماهير المصريه الملاعب المصريه وجماهير النادي الاهلي تتمتع بفرقتها. واتمنى ان شاء الله المباراه بكره ان شاء الله تكون الموضوع يكون ايجابي لينا مش سلبي ان شاء الله. ان شاء الله بكره بقى هنتكلم على المباراه فنيا اكتر، شايفها ازاي؟ انا شايفه يعني كميه عندهم يعني تحفز كبير قوي للمباراه، عارف اللي هو في رغبه شديده جدا للفوز، وده طبعا حق مشروع قدام بطل افريقيا. ولكن يمكن كانت تصريحات حتى المتحدث الاعلامي قبل المباراه انه بيشبهوها بالحرب مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني. بصي، هو مباراه النادي الاهلي طبعا في افريقيا، اي نادي الاهلي بيروح يلعب اي فرقه في افريقيا الموضوع بالنسبه لهم بيبقى حاجه كبيره قوي. النادي الاهلي 9 بطولات افريقيا، رقم كبير جدا مش موجود لاي فرقه في افريقيا. النادي الاهلي جاي لسه من كاس العالم للانديه، عامل نتائج ايجابيه، ثالث العالم.
فريق سيمبا نتائجه برضو او نتائج المباراه اللي فاتت انه يكسب فيتا كلاب بره ملعبه دي اديته برضو روح جديده او اديته عنصر ايجابي ان هو يقدر يفكر في المكسب ويفكر ان هو يتصدر المجموعه. كل الحاجات دي مشروعه بالنسبه لهم وبرضو مشروعه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. المباراه نفسها اكيد صعبه في جو صعب، الرطوبه عاليه هناك، درجه حراره عاليه، بس احنا متاكدين وعارفين ان لعيبه النادي الاهلي طول عمرهم قادرين يتغلبوا على الظروف دي. زي ما قلنا النادي الاهلي مسافر او رايح بعد مباراه المريخ ومكسب مريح هنا. الاداء ما كانش كويس قوي في مباراه المريخ من وجهه نظري انا، النتيجه كبيره، بس انا شايف ان لعيبه النادي الاهلي خلاص متمرسين او عندهم الخبره بيعملوا ازاي في دوري المجموعات بالذات. بس كان عوده من كاس العالم يا كابتن وارهاق، وبتلعب بقى الدحيل في بايرن ميونخ في بالميراس، فانه يبقى فعلا الاداء ده بالنتيجه دي في المريخ متهيألي كان مرضي بشكل كبير. طبعا مرضي جدا النتيجه في ظل الاجهاد الكبير بعد الرجوع بعد ثالث كاس عالم دي، طبعا نتيجه ايجابيه وكويسه جدا. انا شايف ان المباراه اللي جايه بقى اللي هو بكره ان شاء الله هتبقى اصعب، فرقه كسبت بره ملعبها معاهم مدرب بلجيكي عنده خبرة عن الدوري المصري ولعيبة مصر لأنه كان ماسك نادي الجيش قبل كده، عنده خبرة عن لعيبة النادي الأهلي واحد واحد. وإحنا رايحين عندنا برضو غيابات شوية، إذا كان حسين الشحات عندنا مشكلة برضو في حتة الجيش شوية. شايف الغيابات دي هتأثر؟ طبعا حسين الشحات، وليد سليمان، ممكن أيمن أشرف يرجع المباراة دي. شايف إن برضو يعني طبعا أي لعيب مؤثر شايف إنه ممكن، بس مع لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله قادرين ان شاء الله يعملوا نتيجه ايجابيه بكره باذن الله. شفت ازاي المستوى الفني لمحمود وحيد وشفت قدر ان هو يعوض غياب علي معلول بالنسبه لك؟ بص محمود من اللعيبه المميزه جدا، ومن سنة النادي الاهلي لما جه اختاره من المقصه محمود عنده حاجه ايجابيه حلوه جدا، بيلعب باك شمال وبيلعب جناح، فدي بتدي ارتاحيه للمدير الفني انه يحتاجه في اي مركز من المراكز، وممكن ارتاحيه كمان حتى ممكن يعمل تغيير جوه الملعب بتقلل عدد التغييرات شويه. لكن محمود وحيد من اللعيبه المميزه جدا، قدر مع فتره الغياب اللي هو كان غيبها الفتره اللي فاتت ما كانش موجود لان علي معلول على طول موجود كاساسي، لكن انا شايف ما بينش الجمهور النادي الاهلي خالص او احساسنا ان هو بعيد عن الملعب، قدم مباراه جيده جدا. اتمنى له ان شاء الله التوفيق ان هو يكون عنده الاستمراريه على الاقل يكون موجود وما نفكرش في كل مباراه يلعبها نقلق بوجود محمود وحيد لانه فعلا من اللعيبه المميزه جدا. ايه يا كابتن اوجه الاختلاف بين وقت المباريات الافريقيه وقت جيل حضرتك ودلوقتي؟ يعني بتكلم على تحديات كتير ممكن كانت بتقابلكم، السفر، الاقامه، الطقس، المناخ الشديد، ده احنا بنتكلم على درجه حراره عاليه جدا دلوقتي في تنزانيا، كنتوا بتتعاملوا مع ده ازاي؟ او ايه الفرق الاول بين وقتها وقت جيل حضرتك ودلوقتي؟ بس الموضوع مختلف تماما، اولا اعلاميا، اولا كمان وموضوع الاعلام دلوقتي بيجيب حاجات كتيره جدا في اي سفريه للنادي الاهلي، دلوقتي في قناه للنادي الاهلي كمان بتجيب كل حاجه، بتطمن جمهور النادي الاهلي على البعثه، بتطمن خطوه بخطوه اللعيبه كل حاجه. دي حاجه، اول حاجه موضوع الاعلام. تاني حاجه لا طبعا موضوع مختلف تماما، طبيعه الجمهور كمان اختلفت، الجمهور الافريقي بقى اهدى شويه من جمهور افريقيا زمان. يعني انا لعبت مثلا من المباراه اللي افتكرها نهائي افريقيا 93 مع افريكا سبور، كان مباراه صعبه جدا، جمهور صعب جدا، 1-0 هناك محمد عبد الجليل، 1-1 هناك وكسبنا 1-1 هناك، كسبنا 1-0 هنا هدف عادل عبد الرحمن من ضربه جزاء من الفرق اللي صعبه جدا افريكا سبور في الوقت ده. الطقوس بقى المباراه والجو الحر والطقوس بتاعت الجماهير نفسها وانت داخل على الملعب وازاي بيخوفوكي وازاي يكون مثلا خنزير مذبوح تحت رجليكي ودم لا موضوع مختلف تماما. دلوقتي الصعب اللي انا شايف صعب في جمهور المغرب العربي شويه، اذا كان فرق المغرب، اذا كان فرق الجزائر، اذا كان فرق تونس، لكن غير فرق افريقيا. ايه موضوع الخنزير مذبوح ده؟ هم بيتفائلوا ان هم يعني يعملوا كده زي كانوا بيقولوا اعمال في سحر هي بتبقى اكيد يعني الموضوع مش بيبقى كده، بيبقى حرب نفسي على اللعيبه، بيحطك تحت ضغط نفسي انك انت تشوف منظر زي ده تقلق، الحاجات دي كانت حرب نفسيه. كنت بتتعامل وقتها لا احنا طبعا لعيبه النادي الاهلي الخبرات احنا كنا صغيرين لسه، انا مثلا وكابتن وليد صلاح الدين وكابتن هادي خشبه كنا صغيرين، لعيبه الكبار بتاخد بايدينا ومتعودين على الحاجات دي.
كان يقولون لا ما تقلقوش ما فيش حاجه، كابتن احمد شوبير طبعا كابتن الفرقه في الوقت ده ما تقلقوش ما فيش حاجه، وكان بيطمنونا وعادي الامور دي بتعدي. وانا برضو شفت التجربه دي الموسم اللي فات، كنت ماسك الهلال السوداني بالزبط. مع كابتن حمرا صدقي ولعبنا طبعا مباراتين كانوا صعبه جدا مع النجم الساحلي في تونس، وقدرنا نكسب النجم الساحلي، وده كان اول فريق السوداني يكسب فريق تونسي في افريقيا في تونس. فعشت برضو الاجواء مع فرقه تونس كمدرب، برضو بتبقى اجواء صعبه جدا جدا، النجم الساحلي هناك مباراه بتبقى صعبه جدا جدا، الجمهور النجم الساحلي من الجمهور اللي لا يقبل الهزيمه ولا طبعاً. يقبل التعادل. فانا شايف دلوقتي شمال افريقيا كلها هو ده المختلف بقى دلوقتي، حماس كبير قوي، هو ده المختلف دلوقتي عن الجمهور زمان. كان جمهور افريقيا الاول صعب، دلوقتي جمهور المغرب العربي اللي صعب، اذا كان المغرب اذا كان الجزائر اذا كان تونس. افريقيا بقى دلوقتي الناس بصراحه انا شايف التعامل بقى جيد جدا، الاقامه نفسها يعني الفنادق اختلفت تماما جدا. لا كان جيلنا احنا وقتنا احنا كان الاوتيلات كانت برضو على قد المستوى، مش زي دلوقتي. شايف الاهتمام نفسه في البطوله كاتحاد الافريقي، بقى في اهتمام كبير جدا من الاتحاد الافريقي للبطوله، بقى فيها جوائز ماديه، الموضوع اختلف طبعا عن جيلنا احنا. من الفروقات كمان يا كابتن، اعتقد حضرتك اتكلمت على الاعلام، وان دلوقتي قد ايه الاعلام وقناه النادي الاهلي بتعرف جماهير الاهلي بكل حاجه بتحصل تقريبا في البعثه. كمان السوشيال ميديا على وقتكم تقريبا ما كانش فيه بقى فيسبوك وتويتر واخبار اللعيبه تبقى على طول معروفه. صح. والانتقادات والاشادات كمان. صح. فانا عايز اعرف بقى من وجهه نظرك ده كان اريح ان ما فيش سوشيال ميديا، ولا دلوقتي لا افضل هي برضو بتنجم لعيبه كتير وفرق كتير؟ هي موضوع ليه حاجات سلبيه وحاجات ايجابيه. هي الايجابيه ان هو بينجم اللعيبه ويخلي الناس كلها تعرف كل اللعيبه وكل خطواتهم وكل حياتهم. السلبي ان هي بتقلل التركيز شويه، يعني مثلا لو لعيب كنا احنا مثلا ما كانش الحاجات الاعلاميه دي كانت بعيده عننا خالص، فده بيدي حاله من التركيز اقوى من دلوقتي. بس انا عارف ان لعيبه النادي الاهلي او كاداره النادي الاهلي او كابتن سيد عبد الحفيظ كمدير كوره بيعزلوا اللعيبه خالص عن كل الحاجات دي. عندنا مباراه مهمه بيشيلوا نفسهم خالص وبيبعدوا عن الضغط اللي هو اللي بيتحط على السوشيال ميديا. بس اي حد يا كابتن، انا عايز اعرف برضو وجهه نظرك، اي حد بيقرا على نفسه تعليقات سلبيه بالزبط كتير بالزبط. بتتعبه ولا في ناس تقول لك تفرق من شخصيه لشخصيه؟ بس انا متهيألي يعني انه اي حد هيشوف على نفسه كلام كتير وانتقادات وحشه هيتضايق مهما كانت شخصيته قويه. طبعا اكيد طبعا، يعني الحمله اللي حصلت الفتره اللي فاتت على مروان محسن، اكيد مروان لما بيشوف الكلام ده اكيد ما تحسنش الا حتى لو ايه. مروان لعيب جيد جدا ولعيب كبير جدا وكل المدربين فترة يمكن اجمعوا انه اجمعوا ان هو لعيب مهم جدا مهم. في النادي الاهلي في لعيب مش الجمهور حاسس بيه، دوره ايجابي جدا، المدرب هو اللي حاسس بالدور ده. فالسوشيال ميديا ساعات بتبقى بتعمل دور سلبي جدا على اللعيبه حتى من جمهور النادي الاهلي. يعني ساعات جمهور النادي الاهلي المفروض يبقى خلف مثلا مروان او اي لعيب بيبقى عليه ضغط شويه، لازم احنا ده دورنا احنا كجمهور النادي الاهلي او كلاعيبه النادي الاهلي او كاعلام النادي الاهلي بالزبط. ان احنا نقف ورا اي لاعب يحس ان في هجمه عليه. صح. او هجوم شرس عليه. لكن مروان انا بقوله من خلال شاشه النادي الاهلي، مروان من اللعيبه الجيده جدا، من احسن المهاجمين الموجودين دلوقتي في مصر. طيب احنا عندنا طبعا كلام كتير لسه مع كابتن احمد عبد الفتاح، بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره تانية، ولسه منورني كابتن احمد عبد الفتاح، ونتكلم فنيا بقى على مباراه سيمبا بكره. عايز اسالك على التشكيل المتوقع من وجهه نظرك، او لو انت مكان، خلينا لو انت مكان موسيماني هتلعب ازاي، ايه التشكيل بتاع بكره؟ طبعا هو برضو عنده مشاكل شويه في الغيابات، اذا كان معلول، اذا كان مثلا بيفكر حسين الشحات برضو. بس التشكيل المتوقع فيه طبعا الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، بدر بنون. ناحيه الشمال بقى هتبقى في بقى فكر بين ايمن اشرف وجاهزيته ايه ومحمود وحيد. ايا كان يعني وجودهم مستر موسيماني بقى هيشوف الافضليه لمين. نص الملعب الاقرب اليو ديانج والسوليه، قدامهم قفشه بيلعب ثلاثه قدام. ناحيه اليمين اجايه اللي هو اجاد في المباراه الاولانيه كجناح، واجايه مش من على طول انه بيلعب في المكان ده. ووتر بوالي كمهاجم. وناحيه الشمال كهربا. يعني برضو مش هتنزل محمد شريف؟ عمال اقول لك في الفاصل نزل محمد شريف. ما انا لو انا وجهه نظر انا يعني خلاص ووتر بوالي كان بعيد عن الاهداف، بدا يجيب جول، خلاص خد الثقه بقى. خلاص ما عند دلوقتي خلاص
تدي له تاني بقى وتالت خلاص طبعا خد بالزبط. الثقه طبعا كان مهم جدا. احنا معانا يمكن دلوقتي بنعرض التشكيل المتوقع ان ممكن يلعب بيه بنسبه كبيره موسيماني في مباراه بكره مع بعض التغييرات يعني. ممكن حمدي فتحي مثلا يخش مكان وترب مكان ديانج وجهه نظره، هيشوف بكره ممكن يغير الطريقه خلاص ويلعب ثلاث ديفندرات ديانج وحمدي فتحي والسوليه ويتنازل عن قفشه في المباراه دي، وجهات نظر يعني كله احتياجاته هو ايه. بس انا شايف ان لا قفشه دوره مهم جدا، صعب ان اي مدير فني يستغنى عنه الفتره دي. مين اكتر اللعيبه اللي شايفه ان مستواها ثابت الفتره دي او الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي اللي ما بتبقاش قلقان عليها وهي نازله اي مباراه، اللي هو عارف انه ده مستوى ثابت مش يوم ويوم مش مباراه ومباراه؟ طبعا اول واحد طبعا محمد الشناوي، حارس على اعلى مستوى بقاله ما شاء الله سنتين على هذا المستوى، بقى رقم واحد في مصر وفي افريقيا ومن حراس المرمى اللي انا شايف ان هو عالميين دلوقتي. بعديه بيجي ايمن اشرف من خلال الفتره اللي فاتت مادي مردود جيد جدا لفرقه النادي الاهلي ولجماهير النادي الاهلي، بقت عندهم ثقه جدا في وجود ايمن اشرف كمدافع جنب بدر بنون. شايلين خط الظهر بمعنى يعني لعيبه الكوره، يخش بعديهم السوليه برده من اللعيبه الجيده جدا، حمدي فتحي برده ظهر بمستوى جيد جدا في فترات كتيره من الماتشات اللي فاتت في كاس العالم للانديه. هم دول اقرب الناس يعني اللي هم مستواهم ثابت الفتره اللي فاتت. شفت ازاي المجهود البدني المبذول يا كابتن الفتره اللي فاتت من الجهاز الفني طبعا مع اللاعبين؟ احنا بنتكلم على في وقت قليل قوي كان في مباراه في كاس العالم للانديه مع الدحيل القطري، وبعديها مع بايرن ميونخ ابطال اوروبا، وبعديها على طول طبعا بالميراس بطل امريكا الجنوبيه، وتدخل على طول مع المريخ وبعدين سيمبا. يعني بتتكلم عن لعبت يعني القارات كلها، انديه القارات كلها في وقت قليل قوي، اسيا اوروبا وامريكا وافريقيا. شفت ازاي بقى انه اللعيبه فعلا خلال ال 90 دقيقه او ال 97 دقيقه في المباراه اللي فاتت الحمد لله ما شاء الله يعني كانوا بيأدوا بشكل كويس جدا واقفين على رجليهم كويس قوي في المباراه في الملعب؟ بصي ده حل لعيبه النادي الاهلي دايما على 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 مدار الاجيال، يخلص بطوله خلاص مهما كان البطوله دي، واخد البطوله خد بطوله افريقيا على طول بيفصل وعنده هدف تاني، بيعرف يحول نفسه، بيعرف كجهاز فني كاداره كلاعيبه على طول بيدخلوا نفسهم في البطوله اللي بعد كده او بيدخلوا نفسهم في المباراه اللي بعد كده والهدف الجديد او البطوله الجديده. فده معروف على لعيبه النادي الاهلي دايما، اذا كان مثلا مكسب خلاص خدنا البطوله فرحنا، عندنا بطوله مهمه تانيه، عندنا البطولة العشرة بنفكر فيها على طول، خلص مباراة يخش على المباراة اللي بعديها بالزبط. حتى لو في سوء نتيجة أو مباراة ما حصلش فيها مكسب على طول برضو بيعرفوا يخرجوا نفسهم على طول بيخشوا على المباراة اللي بعديها. ده حل لعيبة النادي الأهلي دايما. دي الناحية البدنية، الناحية النفسية. النفسية عايزة بقى أسألك عن النفسية، لأن باعتبار حضرتك طبعا مدرب ودربت أندية كبيرة جدا، شفت إزاي بقى تعامل موسيماني من الناحية النفسية دي مع اللعيبة وإنه ما بيسيبش أي حاجة للظروف، يعني دايما مع اللعيبة نفسيا؟ دلوقتي أي جهاز فني دلوقتي خلاص معاه معد بدني أكيد عامل دراسات كبيرة جدا وعنده من الدراسات أو الخبرة إن هو يوصل اللعيب حتى في وسط كل ثلاث مثلا مباراه ثلاث ايام مباراه او كل اربع ايام بيعرف يرجع اللعيبه بسرعه، بيعرف يدخل اللعيبه للمباراه اللي بعد كده بدنيا اعلى. فانا شايف ان الحاجه دي خلاص بقت في مصر وفي اوروبا الحاجات دي بقت حاجه عاديه جدا. فطبعا دي برضو بنشيد بيها بمخطط الاحمال بتاع النادي الاهلي اللي هو الجهاز المعاون لمستر موسيماني على مستوى جيد جدا. مدرب الاحمال كابيلو. كابيلو طبعا على مستوى جيد جدا، وطبعا بتشيد بيه ونتمنى التوفيق ان شاء الله للجهاز الفني كله. يعني برضه كابتن سامي قمصان عامل دور مهم جدا برضه مع مستر موسيماني طبعا، الوصل بينه وبين اللعيبه بيعرف يوصل برضه لو في مشكله لو في حاجه. بصي دور المساعد ده مهم جدا، ساعات المدير الفني بيقصوا على
على لعيب معين، ده دور بقى كابتن سيد عبد الحفيظ، ده دور كابتن سامي قمصان، ياخدوا اللعيب ويهديه ومفيش مشكله، وهي دي ده دور المساعد ودور المساعدين كلهم. غير كمان يا كابتن احمد مجلس الاداره، دور مجلس الاداره وطبعا كابتن محمود الخطيب، انه الفتره اللي فاتت مش بس اي بعثه بيكون موجود، حتى لو مش موجود مثلا في مباراه تنزانيا في اتصال دائم يعني مع طبعا الجهاز الفني على طول، بيطمن على الفريق على طول، بيشوف لو في اي حاجه ناقصاهم، ودايما يعني في دعم نفسي قوي جدا من كابتن محمود الخطيب. بصي طبعا كابتن الخطيب محدش يقول كلمه عليه، في دعم طبعا، غير اذا كان دعم النفسي طبعا دعم للفريق، والصفقات اللي بيجيبها بتخلي شكل الفريق مختلف. اخر الصفقات مثلا لو اتكلمنا على بواليا او اتكلمنا على بدر بنون من المدافعين الجيدين جدا اللي حصل كلام كتير جدا في الشارع المصري، ايه بدر بنون ايه بدر بنون، لحد فعلا ما الناس شافت بدر بنون ده لعيب جيد ازاي. واتمنى ان شاء الله بوتر بواليا يثبت للناس برضو ازاي ان الصفقه دي صفقه جيده، ومجلس الاداره ازاي يكون عنده القرار الصح ان هو جاب بوتر بواليا زي ما كان خد القرار الصح وجاب مستر موسيماني. اكيد شايف انه بعد الهدف اللي قدر يجيبه في المباراه اللي فاتت هيفرق معاه الفتره اللي جايه، يعني توقعاتك انت انه خلاص كده بوتر بواليا خد الثقه ويقدر الفترة الجاية نشوف بقى، فاكر فترة فلافيو قعد فترة كده وبعدين شفناه يعني من أعظم الهدافين يعني. أي مهاجم بتقابله فترة سوء توفيق وفترة توفيق، والنقلة نفسها لبواليا من نادي الجونة للنادي الأهلي دي نقلة كبيرة جدا. دي مثلا يعني برضو بواليا لما بيلعب في الجونة عنده في البلد بيلعب في الجونة، النقلة نفسها بيلعب في بطل أفريقيا، الموضوع نفسه تلاقي البلد كلها عنده ايه اللي حصل للنادي الاهلي، بيحتاج وقت شويه ان هو يعني يركز ويبدأ يعني انا بلعب في النادي الاهلي يصدق فعلا، هو عايز يصدق ان هو بيلعب في النادي الاهلي دلوقتي. لكن هو لعيب جيد جدا، والهدف ده هيديله ثقه طبعا، لان طبعا هو عايز يثبت ان هو ده كله ضغط عصبي على اللاعب، لانه برضه بيوصل له السوشيال ميديا. اوعى تفتكر ان السوشيال ميديا ما توصلوش، بقى في ناس من بلده بتوصل له، الناس بتهاجم الصفقه دي، الناس بتهاجم وجودك في النادي الاهلي. هو الهدف ده هيديله ثقه شويه، يرتاح شويه، يبدا يادي احسن. لكن انا شايفه كمهاجم، لا مهاجم جيد جدا، وانا شفته هو في الجونه كمان مش في النادي الاهلي بس، لا في الجونه مهاجم جيد جدا. بمناسبه السوشيال ميديا يا كابتن، كنت عايزه اقول لك برده انه يعني الانتقادات مش غلط، وبالعكس من حق، دايما بقول كده، من حق اي حد من الجماهير ان هو ينتقد اي لاعب أكيد. فنيا، بس دايما لما الموضوع بيدخل في حته التجريح وانه تقول كلام يهين اللاعب ده او الشخص ده واهله وعيلته ويشوفوا الكلام ده، حاجه مدمره نفسيا. اكيد اكيد برضو انا حتى الحته الفنيه دي برضو يعني انا كجمهور النادي الاهلي، ما انا صعب قوي ان انا هاجم لاعب عندي في النادي الاهلي. اتمنى له التوفيق، اتمنى له اقول لا لازم يركز شويه. بصي حتى في كلام كده ممكن يتقال، لكن في تجريح بيتقال صعب جدا اي لعيب يقبله، ويقبله كمان من مين؟ من جمهور اللي هو بيحبه وجمهور النادي بتاعه. في كلام تاني، لا يا مروان معلش مثلا ركز شويه، يا صلاح مثلا لا حاول تهتم شويه، يا ناصر مثلا لا معلش انت لازم الاصابات كده يعني. في حاجات كتيره ايجابيه، لكن في حاجات تانيه تبقى صعب شويه في الكلام. كابتن بما انك يعني نجم من نجوم النادي الاهلي، عايز اسالك برضو فكره لما بنتكلم على تي شيرت الفانيلا الحمراء وتي شيرت النادي الاهلي، وان هي شخصيه تانية خالص، وانه مش اي حد يلبسها ومش مقاس اي حد. انا بشوف مثلا كتير طبعا كل جماهير النادي الاهلي بتشوف انه ده مش كلام، دي مش شعارات، يعني ما فيش شك واحد في الجمله دي. شفنا لعيبه كتيره قوي كانت في نادي غير النادي الاهلي بالزبط. لما جت النادي الاهلي مستواها اختلف يعني، وهي في نادي تاني بنشوف قد ايه هي لاعب كويس ليه مستقبل، والا ما كانش هيجي النادي الاهلي صح. بس لما بيجي النادي الاهلي بتشوف حاجه تانية، تقلف الشخصيه، تقلف الملعب على المستوى الفني على المستوى النفسي، والعكس صحيح، في لعيبه بعد ما مشيت من النادي الاهلي اتطفت بالظبط. انت كلاعب لعبت للنادي الاهلي شايف ده ازاي، واحد من ولاد النادي الاهلي؟ بص هو بيبقى ضغط، ضغط على اللاعب نفسه، ازاي يتحمل الضغوط، اول ضغط الجماهير، ضغط الاعلامي، ازاي يتحمل ضغط المباريات نفسها ورا بعض، ازاي يتحمل نظام النادي الاهلي. خلي بالك النقطه دي مهمه جدا، انديه كتير جدا ما فيهاش نظام زي نظام النادي الاهلي، ما بيستحملش نظام النادي الاهلي. في لعيبه كتير جدا بتنجح في انديه ثانيه، وتيجي تلاقي نظام النادي الاهلي صعب شويه، عايزين دلع شويه، متعودين هم في دلع في انديتهم، مع احترامي طبعا لانديتهم طبعا مش هنجيب سيره انديه ايه، لكن بيجي في النادي الاهلي بيلاقي موضوع مختلف تماما. هل هو بقى هينجح مع الكلام ده؟ هل هينجح مع النظام ده؟
هل هينجح مع الضغط العصبي اللي في مثلا لعيبه بتبقى يعني زي اوتر بلاي بيلعب في الجونه، الجونه ملهاش جمهور، ما تحطش تحت الضغط ده. لكن جه النادي الاهلي ضغط بيتكلم في 50 60 مليون، ضغطين حاسس ان كلام ال 50 60 مليون بيضغطوا عليه بيوصل له الكلام دوت، الموضوع اصعب. فمين بقى يستحمل كده ومين يقدر يتغلب على كل الصعوبات دي ويقدر ينجح ومين ما يقدرش؟ هو ده الفرق بين اللاعب اللي بيوصل يلعب في الانديه الكبيره واللاعب اللي بيفضل في الانديه الصغيره ويكمل حياته كلها في الانديه الصغيره. مهم ان الجماهير ترجع المدرجات قريب. اتمنى جدا بصراحه. يعني بصي في لعيبه، في لعيبه كتير جدا ادائها هيتغير جدا مع الجمهور. انا بسالك عشان كده. لا طبعا في لعيبه، في ناس بتستمد حماس، بتستمد الروح، هتلاقيهم بيبتكروا في لعبهم، هتلاقيهم افضل مع الجمهور. وفي على فكره وفي لعيبه تانية هتبقى اقل. ما انا عايزه بقى اسالك على ده، اللعيبه اللي ما تعودتش على الجمهور وصوت هتاف الجماهير في الملعب ممكن ده ياثر عليها يبقى في رهبه شويه وما بيلعبوا ولا بصي مش وارد؟ احنا لو اتكلمنا على الجيل ده هتلاقي معظم الجيل ده 80 70 80% بقى لهم مثلا بنتكلم من 2011 موضوع الجمهور ده 2012 كده بقى لنا بتاع 7 8 سنين يعني. معظم الجيل ده ما لعبش تحت ضغط جمهوري غير في بعض المباريات. اذا كان مثلا مع المنتخب، بعض المباريات الافريقيه، لكن دايما لا. في لعيبه بقى هل هتستحمل الضغط الجمهور ده؟ هل في لعيبه مش هتستحمل؟ ده اللي هيبان ان شاء الله. بس اتمنى ان شاء الله ان بس ده وارد يا كابتن، يعني ممكن لاعب كوره يبقى بيلعب مرتاح اكتر ان ما فيش جماهير بتحفزه وبتشجعه او على حسب مرتاح التعود. من الضغط التعود. لو متعود على الجمهور ومتعود على، انا اسف يعني في لعيبه بتسمع شتيمه الجمهور عادي جدا، عادي جدا. دلوقتي اللعيبه دي لو حصل كده ممكن الموضوع يبقى مختلف بالنسبه له تماما. ممكن لو في رد فعل مش كويس لان هو مش متعود. لكن احنا ايامنا احنا لا، كان في كده وكان جمهور كل المباريات ومفيش جمهور في التمرين. احنا كان في اوقات من وقت من اوقات الملعب التمرين مليان، ملعب التتش مليان في كل يوم، كل يوم تمرين الجمهور مالي الملعب. فاتمنى ان شاء الله بس يعني ايه الجمهور يرجع ان شاء الله والشكل مختلف تماما. كنت بكلمك على التحديات بتاعه البطولات الافريقيه وقت حضرتك والوقت دلوقتي بشكل عام، الكوره بشكل عام، التحديات اللي كانت بتواجهكم كجيل يعني في لعيبه النادي الاهلي او في الكوره المصريه بشكل عام، كان في ايه تاني غير موضوع الاقامه، السفر، الاعلام؟ الجيل بتاعنا حصل له مشكله شويه يعني، حظنا وحش فيها شويه. احنا بعد بطولة 93 البطولة دي كان حصل فيها مشاكل كبيرة جدا قبل النادي الاهلي في بطولة 93 والبطولة اللي قبلها، مشاكل تحكيمية خلت قرار كابتن صالح سليم في الوقت ده ان هو عدم مشاركة النادي الاهلي في بطولة افريقيا. فالجيل ده اتظلم شوية لغاية مثلا مش عارف 98 ولا 99 لغاية ما النادي الاهلي خد قرار ان هو يرجع في بطولة افريقيا، وكان الاهلي برضو كان موقوف الفتره دي النادي الاهلي. فاحنا الفتره دي اتبدلت بالبطوله العربيه سنه 95 اتعملت في مصر وقدرنا نكسبها، والبطوله العربيه الثانيه اللي بعد السنه اللي بعدها اتعملت في تونس بس ما وفقناش فيها. لكن الجيل ده لو كان موجود الجيل بتاعنا اتظلم في 6 7 سنين ما لعبش فيه بطوله افريقيا. دي من الحاجات السلبيات اللي قابلتنا احنا في الجيل ده في النادي الاهلي. يعني زي طبعا دلوقتي كاس عالم الانديه بتاخد البطوله تطلع كاس عالم الانديه طبعا دي اكبر تكريم لاي فرقه، بيبقى موضوع حلو جدا. كنا نتمنى نعيش الجو ده بس عشناه طبعا مع اللعيبه كجمهور وكمحبين للنادي الاهلي. فاتمنى ان شاء الله في النادي الاهلي دايما في بطوله كاس عالم الانديه وان شاء الله نعيش قريب انجاز العشرة مع اللعيبه تاني. وبشكر حضرتك جدا كابتن احمد عبد الفتاح انك كنت معايا النهارده. شكرا جدا. شكرا لحضرتك وشكرا لحضراتكم على المتابعه. بكره مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني الساعه 3 العصر، يمكن هم بيتسلحوا بالجمهور في الملعب ولكن احنا كمان بندعم فريقنا جدا وكلنا دعم حتى ولو على السوشيال ميديا، كلنا في ظهر الفريق وان شاء الله يكون النادي الاهلي يرجع بنتيجه ايجابيه واداء مشرف جدا زي ما عودنا. شكرا لحضراتكم على المتابعه.